في إطار مجابهة الإجرام المنظم بجميع أشكاله وأساليبه، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض من الإطاحة بتنظيم عصابي يحترف التهريب والمتاجرة بالمؤثرات العقلية انطلاقا من الجنوب الشرقي إلى الجنوب الغربي من التراب الوطني. بناء على معلومات مستقات تم استغلالها استعلاماتيا تقنيا وإجرائيا وفقا لإجراءات الضبط القضائي، حيث أفضت إلى توقيف 7 عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 28 و45 سنة، أسفرت عن حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرها 30,000 مؤثر عقلي أجنبي الصنع، 4 مركبات مستعملة في ذات الغرض الإجرامي مبلغ مالي كعائدات إجرامية. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف إجراء قضائي سيقدم بموجبه أطراف القضية أمام النيابة المختصة.